الجيش والقوات المسلحة قادة المجموعات المشاركة في تحرير ريفي حماة الشمال الشرقي والشمالي وريف إدلب الجنوبي جاهزين لتلقي توجيهاتكم. يعطيكم العافية. صفوف الضباط والجنود ومختلف صنوفكم واختصاصاتكم على كل الجهود الجبارة اللي عم تبذلوها واللي بذلتوها خلال هالحرب الشرسة وكنتوا قدها. الحقيقة لو كان هناك لقاء بينكم وبين أي مواطن سوري يلتقي فيكم في أي مكان فأول كلمة سوف يبادر بكلمة مبروك، مبروك الانتصار، خاصة لو كان هذا لقاء موجود في هذه المنطقة المحررة حديثا في الهبيط على أطراف خان شيخون. أما أنا فلن أقول مبروك للانتصار لأنه هذا سلسلة من انتصارات وهذا هو السياق الطبيعي للقوات المسلحة خلال 9 سنوات من الحرب، ولكن إذا كنا سنبارك لشيء فهو لأساس هذا الانتصار، لشيء الأهم وهو انتصار الإرادة. الحقيقة لولا الإرادة لما كان هناك انتصارات عسكرية. هذه الإرادة، إرادة الشعب، هي التي حققت هذا الانتصار، والقوات المسلحة جسدت هذا الانتصار بأفضل وجه ممكن. الحقيقة الآن نحن نعيش في مرحلة فيها أنا أسميها مسرحية، مسرحية كبيرة. هالمسرحية المؤلف تبعها هو واحد والمخرج واحد واللي منظم كل أمورها مخرج منفذ وكل هذه التفاصيل واحد، ولكن في ممثلين مختلفين. في فصول، كل مرحلة كنا عم نمر بفصل من هذه الفصول. هذا المؤلف والمخرج والمدير لهذه المسرحية هو الأمريكي، والكل كانوا ممثلين. كما قلت في كل مرحلة كان في بطل لهذه المسرحية أو لهذا الفصل من الفصول، ولكن أكثر واحد لعب دور بطولة هو أردوغان. وأنا أقول هذا الكلام لأن هناك الآن تغير للوضع العسكري والسياسي في المنطقة الشمالية. طبعا أردوغان كان يلعب دور الممثل، ونحن في سوريا عنا ممثلين وعنا فن، ولكن نقدم فن راقي في سوريا. أما أردوغان فهو نجم ولكن للفن الهابط مع كل أسف، حتى لم يعد قادر على إقناع أقرب الناس له في تركيا وفي نظامه بأنه هو صادق في أي شيء يفعله. آخر المسرحيات أنه هو يقول قررنا أن ندخل إلى سوريا. طيب ما هو من 9 سنوات قرر يدخل ولم يتمكن لأنه لم يكن مسموح له، فيقول نحن أبلغنا الأمريكيين بأننا سندخل. يعني أنت أردوغان تبلغ الأمريكيين، ما أنت عبد يعني، أنت بلغت قالوا لك أدخل. نبيك يا بشار نروح بالدم، نبيك يا بشار نروح بالدم، نبيك يا بشار. قالوا له أدخل وانسحبت القوات الأمريكية قبل ساعات ودخل هو بعد ساعات. بعد قال لن ألتقي بنائب الرئيس الأمريكي ومن معه. بعد أقل من ساعة صرحت الرئاسة التركية سوف يلتقي أردوغان، يعني إجا الأمر التقي فسوف يلتقي. فهالمسرحية هي نحن اللي عم نعيشها بالنسبة لأنه واضحة من زمان، لكن ما أريد أن أقوله عندما نقول عن أردوغان بأنه لص، سرق المصانع والمعامل، سرق القمح، سرق النفط بالتعاون مع داعش، والآن يسرق الأرض. طيب عندما نعرف كأهل منزل، نحن أولاد عائلة واحدة
وفيها الحارة نص يتحرك بشكل حر، ماذا نفعل؟ من نثق بين بعضنا. مع كل أسف البعض من السوريين لم يفعل ذلك، وخاصة في السنوات الأولى كنا نقول لهم راهنوا فقط على الجيش السوري، راهنوا على الشعب السوري، راهنوا على الوطن، كونوا دائما في حضن الوطن، لا حياة لمن تنادي. واستمرت الرهانات مثل ما تعرفوا. أنا أتحدث عن بعض المجموعات الموجودة في الشمال اللي كلنا نعرفها. في المرحلة اللاحقة من بعد 2014 انتقل الرهان إلى الأمريكيين، كررنا نفس الكلام، لا تراهنوا على الأمريكي، سيبيعكم الأمريكي في يوم من الأيام. قلنا هذا الكلام سرا وقلناه علنا، قلناه بالخطابات وقلناه في جلسات المغلقة معهم، ولكن لا حياة لمن ينادي. حصل ما حصل، وبعد كل العنتريات التي سمعناها على مدى سنوات سنقاتل و و وإلى آخره، التركي خلال 4 أيام يحتل معظم المنطقة المخططة له من قبل الأمريكي. طيب بكل الأحوال الآن نحن لسنا في موقع إلقاء اللوم على الآخرين، نحن الآن في قلب معركة، والعمل الصحيح هو فقط حشد الجهود، هو فقط حشد الجهود من أجل تخفيف أضرار الغزو ومن أجل طرد الغازي عاجلا أم آجلا. لذلك أول عمل قمنا به عندما دخلت قوات باتجاه الشمال، قمنا أولا بإصدار نوع من العفو اللي هو التسوية كما تعلمون، من أجل أن يكون الكل جاهز لمقاومة العدوان. وعلى اعتبارنا جزء أكبر من الأشخاص الذين كانوا منغمسين مع الإرهابيين أو مع المجموعات الانفصالية هم أشخاص مغلوبين على أمرهم، لا حول ولا قوة لهم. فكانت هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية تواصلنا مع مختلف القوى الموجودة أيضا على الساحة السياسية والعسكرية، بهدف أن نرى ما الذي يمكن أن نفعله بمواجهة هذا العدوان. وقلنا نحن مستعدين أن ندعم أي مجموعة تقوم بمقاومة شعبية ضد العدوان التركي. وطبعا هذا ليس قرار سياسي، نحن لا نأخذ الآن قرار سياسي، هذا واجب دستوري وهذا واجب وطني. لسنا بحاجة لمناقشته لنقول هل نقوم بدعم هذه المجموعات أو أي مجموعة تقاوم أي معتدي. عندما لا نقوم بذلك لا نستحق كدولة أن نكون موجودين، وعندما لا نقوم بذلك كسوريين لا نقاوم العدوان، لا نستحق الوطن بالأساس. فإذا الآن الأولوية هي لمقاومة هذا العدوان، ولكن مجيء اليوم إلى إدلب لكي نؤكد بأن جبهة إدلب هي جبهة هامة جدا وهي تحمل نفس الأولوية. قلت السابق بأن كل المناطق في سوريا تحمل نفس الأهمية، لا يوجد منطقة أهم من منطقة ولا يوجد منطقة أغلى من منطقة، ولكن ما يحكم الأولويات هو الوضع العسكري بالدرجة الأولى. كيف تسمح لنا الأمور حسب استعداداتنا، حسب توزع القوات، حسب طبيعة العدو، طبيعة المحتملة لأعمال العدو وغير ذلك من الأمور المتعلقة بمسرح العمليات، هنا نحدد أهمية المعركة. ولكن كلنا نعلم وكلنا نعرف بأن إدلب كانت بالنسبة لهم مخفر متقدم. عادة المخفر المتقدم يكون على اتجاه الأعمال القتالية، لكن في هذه الحالة كانت المعركة في الشرق والمخفر المتقدم في الغرب بهدف تشتيت قوات الجيش العربي السوري. لذلك كنا نقول قبل كل التطورات في الشمال وفي المنطقة الشمالية الشرقية بأن حسم معركة إدلب هو الأساس لإنهاء الفوضى والإرهاب في كل المناطق في سوريا. لذلك ما أريد أن أقول اليوم كل التطورات التي أخذت اهتمام كل العالم من دون استثناء من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب في كل الكرة الأرضية وطبعا في سوريا لا تشتت انتباهنا عن أهمية جبهة إدلب. وطبعا أنتم قمتم باستعدادات هامة جدا على هذا الاتجاه وأنا أتابعها بالتفاصيل، وأصبحتم مستعدين لتلقي الأمر والتنفيذ في الوقت المناسب.